ابتسم للناس وارسم بنام الوجه الحياة، انسى همك دام ربك يسمع كلام داعي، ما يدوم الحال مهما طال يا ابن ادم مدى، كل شيء وله نهاية دامك اللي بهديه. انهي الحزن وتعلم كيف تتعامل معاه، ابتلائك من محبة ولا يعني ما. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم من جديد على قناتكم الحقيقة الفضائية. اللحظة نتواجد ببيت كيف ما كتشوفوا معايا، طبيعة رائعة جدا بإقليم قنيطرة، خاصة بمنطقة ولاد بورحمة، حيث استقبلتنا عائلة السيدة مسعودي فاطمة اللي كانت كتعاني من سياتيك، من أعصاب وأعراض أخرى. الحمد لله كلها تشافت منها الآن بفضل الله عز وجل، أولا بفضل المنتجات الطبيعية اللي كتنتجها مراكز الدكتور الهاشمي. احنا جينا عندها اليوم باش تقدم لنا التصريحات ديالها عن الحالة المرضية ديالها وكيفاش تعالجت بفضل المنتجات الطبيعية من مراكز الدكتور الهاشمي. تابعوا معنا مشاهدينا هذه الحلقة. السلام عليكم، أنا مسعودي فاطمة من إقليم قنيطرة، كنت مريضة بالسياتيك والوسواس والأعصاب والحساسية، كنت مريضة بزاف، كنت ملوكة ومكنتش كنعس، كيضرني راسي، كنت نتعصب، نتقلق غير بوحدي، ما نبغي حتى شي واحد نهضر معاه، شوية نهضر شوية تنتعصب. ومشيت للطبيب، ما خليت طبيب، يكون شي 12 طبيب ولا شحال، مشيت للطبيب الأول، مشيت التالي، مشيت نشرب داك الدواء، خرجوا لي الدواء تيضرني، تيهلكني بزاف أبنيتي، في عظامي يهلكني، تنمرض كلشي كتنفخ، نعدي المسران، هذاك الدواء ديال اللي كنشرب داك الكوين داكشي كنفخو ليا المسران. نفخ ليا المسران كدرني المعدة، تهلك حتى المعدة طابت ليا ولات حمرا. ومن هلكني داك الدواء واحد النهار مشيت جبت شي 14000 ديال الدواء، جبت ديك 14000 قلت لولدي اجي، بقيت متكية كويا ما كنتش نقدر لا نزيد لا والو، متكية عيطت لها نور الدين ولدي قلت لها اجي نتفرجوا في قناة الحقيقة على الله، قلت له انا سمعتها نتفرج فيها على الله، هي هذيك بقيت متكية، قلت لولدي وانا نشوف حالي، أنا سبحان لي ثاني مرات بحالي وكثر مني كاع، قلت ليها ولدي قيد لي النمرة، قيد لي النمرة من حيط على البنات دابا، قال لي واخا هي هذيك، عيطت عليها مسكينة جاوبتني، قلت لها بنتي رانا مريضة، عدي راسي تاهي تيحرقني، عدي الأعصاب، كرشي تنفخات عليا بالدواء، تهلكت بزاف بالدواء، الدواء ديال الطبيب هلكني مرة وحرق لي المعدة، بقيت نقدر ناكل ولا نشرب، هذه هي عدي طابت. وأنا قالت لي صاحبي، قالت لي الدواء ديالك كاين خالتي، مشينا داني ولدي قيدت الدواء، سنيت ثلاث ايام قيدت فيسلا، مشات عند فاتحه مسكينه الله يرضي عليهم كاملين ويرضي عليكم كلكم، قيدت الدواء ثلاث ايام جاني الدواء، مشيت جيتو بقيت نستعملو، يكون داك الشهر كيكواك الحمد لله، درتو المره الاولى الثانيه بحق ما ضرنيش، ع واحد ثلاث ايام شويه جاتني الدوخة في راسي، بقيت معاه داك الدواء، بقيت معاه داك الدواء، تكملت هذيك الجرعه الحمد لله، حسيت بالراحه، ورجلي هذا رجل تلقى ما قلت لك ما كنتش كنزيد برجلي، الدنيا تبقى تحرقني العظم، العظم هذا ديال الرجل تيحرقني، بلي ما نعش نكمدها هك في المانطا ديال البرد اللي داز، نكمدها في المانطا مزيان وما نسخنش يا بنيتي، وندير بقاشر تحس بها زوقني بحال شاد شي شقور كدير بها هك زوقني هبط ليا، كاين هنا ولا هبط ليا العظم. هي هذيك بنيتي بقيت تندير داك الدواء تندهن داك الزيت الحمد لله اللهم لك الحمد، تندير الزيت وتندهنو مع القرقان نحمد الله ونشكره، الدواء حيدتو هذاك الدواء قلت لك جيت 14000 ديال الدواء، قلت لولدي عرفتي اش غدير؟ حرقيه قدام شد جمعناه كله وحرقه، وقال لي هانتي امي تهنيتي من الدواء، بقيت كندير الدواء ديال الدكتور الهاشمي، الله يخليكم ويخليه، والله يرحم ليه والديه، والله يعطيه صحيحته، الله يشد ليه في وليداتو، الدواء ديالو راه زينه بنيتي. تخربق باقي نجيبو كاع الدواء الطبيب ما كيدير لنا والو، دابا الكينة تاع الراس ما نشربهاش، نبيع الدواء الأعشاب ديال الدكتور هاشم، اللهم لك الحمد دابا الحمد لله، دابا رانا تشافيت اللهم لك الحمد، ما بقى حتى شي حاجة، صحيت وأنا كنتمشى وها رجليا وأنا حتى دراعي من هنا كان كيدرني، كان عندي روماتيزم وكانت برودة ومخلطة والأعصاب، الأعصاب كانوا مجامع ليا ويدار جلهاد، دابا الحمد لله دابا تشافيت وليت لاباس وبخير عليا اللهم لك الحمد، يشد لينا في راس الدكتور الهاشمي وفي راسكم انتم بنيتي والموظفين كامل اللي خدام عندهم، الله يرضي عليهم الله يعاونهم، راه الله عمر خضر تيوقفوا مع الناس، كنت شابني كنقدر نمشي درت العكاز كنت كنقدر نتمشى مره، وهذاك الدواء تنشربوه مع ديال الطبيب قال لك شربيه،
قال لي انت رتي غتشلي، قال لي 10 ويا الدواء 10 900 الكينات جوج عطاني، قال لي هذوك جوج كينات غتبقاي ترويهم على طالسين صافي، قال لي ولا غديري عمليه، قلت له ديري عمليه انا ما قداش عليها ما عنديش عمليه، قال لي درتي عمليه غتشلي غتشلي من ظهرك، قال لي عندك هوك هذاك الشيء اللي غادي مع السنسول عاد، قال لي تما بحال ديك الملقى عندنا الكتات يطردك هذوك العظومه هذاك، قال لي قلت لي صافي اللهم ندير الكوين ولا ندير عمليه الساعه هلكوني ذوك الكوين، على باش مشيت قلت لك المركز عيطت عليهم، مشيت المركز على البنات قالت جيت جرعه الاولى جاب ربي الشيفه، زدت التاليه الثالثه الحمد لله اللهم لك الحمد، ثلاثه زدت وحده وحده مشى راجلي جابها لي من دار بيضا من عندك من المركز من دار بيضا، ولا مشى ولدي ثاني جاب لي وحده، ولا الثالثه جابها هو ثاني جابها ثاني ولدي والحمد لله اللهم لك الحمد. يعني ثلاثه الجرعات الحمد لله ثلاثه الجرعات ربي جاب لي الشيفه عليهم اللهم لك الحمد، الله يعطيكم صحيحتكم الله يخليكم لينا، دابا كنتحرك عادي الا بغيتوني نتمشى دابا نمشي كنجري بغيتوني نجري نجري الدواء ديالو راه زوين بنيتي زوين الله عمر هذا اللي بغا يداو انا تنقول للناس كنقول لهم اجوا تفرجوا في الحقيقه وشوفوا شحال من واحد قلت لي شحال من واحد مشى وشحال من الحمد لله دابا بقات لا معده لا مصران لا راس لا اعصاب اللهم لك الحمد شكرا الله يعطيكم صحيحتكم الله يخليكم لينا وسمحوا لينا بنتي تمردت وجيت عشاقيا ضربت تاميرة وسمحوا لينا وشكرا الدكتور الهاشمي بغينا نشوفوه نسلموا عليه تنشوفوا ديما تنفرج ما حيداش انا القناه مره وتنعس على القران ديالهم تيقرا عليا ترتاح ما نكذبش لك والله الا بنيتي خاصني عا نوضو الناس ما نوضت شاي هذيك الساعه كنجي ديفو في التلفزه ولا شيء كندير تليفون دايره في التليفون انت هديت دابا نبقى اعصاب لا والو الحمد لله اللهم لك الحمد الحمد ربي ونشكر شكرا شكرا الدكتور الهاشمي الله يعطيكم صحيحتكم الله يخليه لينا ويخلي وليداته الله يجعل ربي يعاونو على هادشي اللي كيدير راه كيدير الاجر الله يرحم ليه الوالدين انا كنتفرج وكنشوف شنو كيدير كيدير الاجر الله يخليه لينا الله يعطيه صحيحته كيدير المحسنين كيدير محلين انا كنتفرج ما كيجيش من الفراشه بحال اللي مو ديك الرياضه اللي كان كيدير كيجري كنقول مصابك وكنت وسطهم كنقول مصابك وكنت وسطهم كنقول كيجري واخا رجلي صحت وليت باغي عنجري شكرا الله يعطيكم صحيحتكم ابني ولات لابسه هي كنشكل عليهم عندنا الطبيعه زوينه وعندنا هنا الدنيا تنسيرب كون جا الدكتور الهاشمي عندنا يشوف شويه هنا هي في الزريده ندور الحمد لله اللهم لك الحمد وشكرا عمر عمر عندي بابو عمر الله يعطيك صحيحتك الله يخليك وليدي دراك فين كلكم عمر داركم لا اللي في سلا ولا اللي في الدار البيضاء كلشي الله عمرها دار الله يعطيكم صحيحتكم انتم خدام مع الناس مزيان مع عمر ربي ما خيبكم خدمتوا بنيتي مزيان عندكم النيه ديالكم كامله الله يرحم الوالدين الله يعطيكم صحيحتكم ابنيتي امين ابنيتي امين ابنيتي وربي يخليكم ويطول عمركم ويعطيكم صحيحتكم شكرا لكم شكرا للدكتور الهاشمي لا تخلي الهم يصنع منكم. مشاهدينا الكرام بعد ما تابعتوا معنا حلقة اليوم اللي كانت مع السيدة مسعودي فاطمة والحمد لله كيف ما كتشوفوا معنا وأمامكم هي الآن واقفة على رجلاتها بجوج بعد ما كانت كتعاني من مرض أسياتيك على سلامتك الله يسلمك يا بنيتي نحمد الله شكرا لكم جيتوا عندنا ضربتوا تماره جيتوا شاقيا الله يرحم الوالدين الله يعطيكم صحيحتكم ما كنت نزيد رجلي كان ضاراني وانا كنت مهلوكه بنيتي كان يهلكني الاعصاب والروماتيزم ما كنتش كنزيد برجلي ودابا الحمد لله انا تشافيت كنزيد بخير وعلى خير وشكرا للدكتور الهاشمي وشكرا لكم انتم كاملين الله يحفظكم الله يعطيكم صحيحتكم بنيتي كاملين دكتور الهاشمي الله يخليه لنا الله يعطيه صحيحته اعشاب ديالو راه زوينه راه كداوي راه انا اللي جربتها الحمد لله مشاهدينا إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نضرب لكم موعد في الحلقة المقبلة على أمل لقاء بكم في صحة جيدة نترككم في أمان الله ولا تنسوا دائما آراءكم ولحظاتكم التواصل معنا في مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء شيء وله نهاية دام كل اللي ببدأ